قلت لك أنا كتير بحاجة أحكي معك، ليش ما إجيت؟ خفت ضل هون وما حبيت أني يكون بالبيت بغياب عمي. هداك اليوم ليش ما إجيتي؟ ما قدرت إجي. بعدتي لي عمي. انت عم تلعبي معي يا سمر، بس منيح كتير انك ما اجيتي. مهنا سمر، الله يخليكي ساعديني. بترجاكي يا سمر. سمعتنا؟ ما بعرف، أكيد ما سمعت شي. اسمعي، يلي عم نعمله خطر كبير علينا. بترجاكي خليكي بعيدة عني، بترجاكي. تعرف شو؟ أكيد حلمي بيك ما عم يستوعب خسارته. يمكن لسه ما قرا جرائد اليوم. فطورك جاهز سمر خانم. شكرا لك. شفتي جرائد اليوم؟ لا، شو كاتبين؟ تفضلي. اوهو، احلى شيء انه ناشرين الخبر بالصفحه الاولى. مبروك حياتي. امبارح بالصدفه التقينا بحلمي بالوزاره، كان لسه عنده امل ياخذ المناقصه منا. اكيد ما كان رح يطلع معه شيء. برايي كان عم يجرب حظه بهالمناقصه، بدي اشوف اذا بيطلع بايدهم يلغوها. ايش وهي لعبه اولاد؟ الحمد لله على السلامه. راحت على نهاد. أنا كنت عم أقول نفس كلامك. أنا راح أحكي معه. وأنا راح آخذ دوش وبعدين بدي أمشي على بيتي. لوين؟ خليكي اليوم. لا حاجتي، شفته لعدنان وصار لازم روح. مثل ما بدك.
شو عم بيصير؟ ليش عم تشتغلي؟ حبيت سلي حالي. شو هالتسلاية؟ ما لقيتي شغلة تتسلي فيها غير هي؟ في ناس كتير عم يشتغلوا بهالبيت مشان هالشي. حبيت اشتغل اليوم. الله الله، اليوم كل الناس غريبين بهالبيت. بظن انه سمر متضايقة من امها كمان. ما بعرف شو صاير بهالبيت. متضايقة. كنت عم بهديها وقلها طنشيها مشان ما يسمع عمي بالمشاكل اللي عم تصير. ليش منعتها من الحكي؟ برأيي ما لازم يتخبى شي بهالبيت ابدا. وبرأيي لازم نعطي فرصة للناس بلكي بيحسنوا حالهم. وهالشي كنت عم بقوله لسمر، يعني ما لازم تحكم على الناس فورا. أنا رايح على الكلية. مع السلامة. طبعا بعرف. بسيطة، بس أنا قلقان عليك كثير. شو في؟ تمام، شوفك بعدين، سلم. أنا رايح. لوين بدك تروح؟ عود خلينا نحكي. شايفك مانك مهتم بالمناقصة. مهتم بس لأنه عندي امتحان. بالطريق كنت عم تحكي لي عن المناقصة. المسا بنحكي بالتفصيل. طيب، اليوم عطيت لحالي إجازة بالمناسبة. منيح كثير عمو. وراح كون أنا وحبيبتي مع بعضنا. حلو كتير، أنا بالإذن منكم. ما أكلتي شي يا روحي؟ مو جاي على بالي. كلي شوية فواكه وخلينا نطلع. Thank you.